الناس الكل اهلا وسهلا بكم في كوجينا سان فرونتير. الحقيقه اليوم باش نعملوا وصفه هي فكرتي عندي انا. البريباراسيون هذه نتاع الكريم فرانجيبان نعملوا بها احنا لي غاليت دي روا. قلت علاش ليه نبدل شويه، لان احنا ديما نعملوا البقلاوه بعجينة الفيلو، علاش ما نستعملش انا البودر هذا وناخذ معناها اوراق السمسل باش نعمل بهم انا البقلاوه نتاعنا على طريقتي انا وفكرتي انا. الحقيقه هيك علاش خديت انا شويه زبده وخديت انا 4 مغارف ماء وزدتهم مغرفه زهر، لان هالبودر هذا الكريم هذا لازم نزيدو 8 مغارف ماء. انا خديت جوست معناها 5 مغارف، بين 4 و 5 مغارف، وزدتهم مغرفه ماء زهر باش ما يليوش برشا كريمه، جوست اوكا خلطوا معنا مع بعضنا شويه البودر اكا هاو. ولا الوراق نتاع الصمصه هما هكا يتباعوا معناها كبار هكا، معناها مستطيل كبار هكا الاوراق. انا معناها خديتهم وقسمتهم على 2 هكا. بي حطينا لي بريباراسيون تاعنا هذه تاع الكريم فرانجيبان حطيناها هوني باش نزيدو احنا الماء اللي حطيناه مع الماء زهر مع الفلور دورانجي باش نحطوهم مع بعضهم ونخلطو الكريم تاعنا. بي خلطنا البودر تاعنا، ما خليناهاش تولي كريم، جوست توكا شويه عجينه وكا هاو. وتوا باش نوريكم كيفاش نبداو ندهنوا الاوراق تاعنا تاع الصمصه ونعملوا البقلاوه تاعنا الهولي على طريقتي المبرومه كما تحبوا تقولوا. ناخذ البلاطو نتاعنا باش نحطوهم بعد في الفور، دهنتو انا بشويه زبده ونبداو نحطو الكعبات نتاعنا اللي حاضرين. البقلاوه نتاعنا كملت، حطينا الفور بطبيعة الحال يسخن على 150 درجه باش ندخلوها للفور مده 10 دقائق 15 دقيقه ومن بعد نخرجوها ونوريكم كيفاش باش نزينوها. البقلاوه نتاعنا المبرومه بالكريم فرانجيبان على طريقتي وفكرتي، دونك خرجناها توا من الفور. سامحوني بكري قلت لكم دونك على 150 درجه، لي يفو لا ميتر معناها 180 درجه الفور ومن جهتين معناها من فوق ومن لوطا. خرجناها توا سخونه، انا باش ندهنها بشويه عسل ومن بعد باش نزينها بالفيرنيسيل هذا اللي عندي ونقصو شويه بيان سور الحراف وتنوريكم من بعد كيفاش حطيناها. الفكرة متاعي متاع البقلاوة بالكريم فرانجيبان اليوم كملناها، هاني وانا قاعدة توا تراو دونك كيفاش انا قصيتها وزينتها وفوالا دونك طابت بالباهي بالباهي معانا. حبيت نجربها معاكم فكرة جديدة، قلت علاش ليه نبارطاجيها معاكم وكتبعوني او ميم طون باش تاخذوا فكره. دونك كل مره نحاول نعطيكم حاجه جديده مش ديما مستانسين بها، هكا باش نجمو نغيروا ونجددوا مع بعضنا.
ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم وما تنساوش سابوني في كوجينا سان فرونتيير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ما تبقى لي كابش نقول لكم ميرسي وبسلامه وملتقى ان شاء الله في فيديوهات جديده. باي باي بسلامه.